إذن أسعد الله صباحكم مشاهدي قناة شوف تي في الأوفياء مغاربة العالم، مرحبا بكم على قناتكم شوف تي في، ومرحبا بكم في هذه الجولة وفي هذا البث المباشر الصباحي في طريق السيار الرابط بين مدينتي بوفكران وفاس العاصمة العلمية. كما كتشوفوا لوتوروت خاوية مشاهدي قناة شوف تي في الأوفياء، شاركونا بالتعليق ديالكم بالآراء ديالكم، واش حتى نتوما توحشتوا تسافروا. فكما كتشوفوا لوتوروت خاوية تماما، الطريق السيار الرابط بين مدينة بوفكران أو مدينة مكناس ومدينة فاس. مرحبا بتعاليقكم، مرحبا بآرائكم مشاهدي قناة شوف تي في، آراؤكم دائما تهمنا. إذن هذه الأجواء ديال طريق السيار مشاهدي الكرام كما كتشوفوا معنا. فهي خاوية تماما. فارسي عبد الإله وعليكم السلام. ملاك قلت لك بلا ما تفكرنا توحشنا المغرب، مرحبا بكم في المملكة المغربية. إلهام كتقولنا أجواء عادية. الأخت الكريمة إلهام، فربما لو كنتي كدوزي من هذا الطريق هذه فما غاديش تقولي الأجواء عادية، لحقاش هذا الطريق السيار كانت دائما عامرة. وها هي الآن خاوية طريق السلامة. شكرا الأخ الكريم. الو هشام قال لك العجب، انا عدت منها كانت خاويه، كانت عامره عفوا. فكما كتشوف الاخ هشام، ها هي خاويه. الاخ حميد طراف عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته، مرحبا بجاليتنا المغربيه المقيمه بالديار الفرنسيه. اخ حميد طراف مرحبا بك. فاطم زهراء واش الدعاء تاني فاتي؟ صباح الخير صباح النور الاخت الكريمه، مرحبا بكم جميعا. طريق سلامة محمد من فاس، خويا سيمو تحياتي لك وتحياتي لساكنة مدينة فاس العاصمة العلمية. هولاند والله إلا توحشنا المغرب، مرحبا بكم الإخوة الكرام. سميرة من الجزائر ربي يحفظكم، شكرا للأخت الكريمة وشكرا للأشقاء الجزائريين، تحياتي لكم أخي. توحشنا في الحقيقة السفر ولكن ما علينا غير الصبر. نعم الشاعرة، تحياتي ومودتي، الصبر مفتاح الفرج. حميد طراف فين غادي بالسلامه؟ غنمشيو للمطار ان شاء الله، مطار فاسيس. طريق السلامه خويا، خويا محسن تحياتي ومودتي. عثمان كيقولنا نهار الاحد في الصباح ديما الطريق خاويه، تحياتي ليك اخ الكريم. اجواء عاديه ونحن في زمن كورونا. نعم الاخت الكريمه، بالعكس كنسافروا غير بلا كارت ناسيونال من منطقة فاس. تحياتي لكم مغاربة العالم. سيمو كيقول لي كتقرا غير اللي عجبك. لا الاخ الكريم، كما كتشوف انا صايق وكنقرا لكم التعاليق ديالكم، فالله يحسن العوان. خلي التعليق ديالكم. مرحبا الاخ الكريم على الراس والعين، تحياتي لك بن سليمان ابو يوسف، تحياتي ومودتي. خويا خالد غادي لفاس ان شاء الله، المطار فاس، توصلوا بخير ورضا، تحياتي الاخت الكريمة. ان شاء الله اي واحد مسافر يوصل على خير وبخير. تحيه لكم الحسيمه، تحياتي لك خويا وتحياتي لساكنه الريف وساكنه مدينه الحسيمه. مالك طريق السلامه، شكرا الاخت الكريمه. زكريا طريق السلامة شكرا لك.
الاخ الكريم. الوغ بالنسبه للاخت اللي قالت لي او الاخ يحيى قال لك ياك ما تلاقى شي قوريه الوريقات. تحياتي خويا، ما كاين لا قوريه لا وريقات. واحد الصديق ديالي راه جاي وغادي نجيبوه ان شاء الله. تحياتي لكم مشاهدي قناه شوف تي في الاوفياء. فدائما كنقول لكم الاجواء سواء في طريق السيار سواء بجميع المدن المغربيه، دائما وابدا شوف تي في قريبه من المواطنين. فقناه شوف تي في قناه الشعب، انتم لقبتموها بقناه الشعب وهي كذلك. يوسف، هذه الطريق الرابط او طريق السيار الرابط بين مدينتي مكناس وفاس. كما قلت لكم انتم لقبتم قناه شوف تي في بقناه الشعب وهي كذلك، فهي صوت من لا صوت له. ودائما كنحاول نكون قريبين من المواطنين. حميد الطراف، شفت كل السيارات كيدوبلوك. الاخ حميد، انا محترم القانون ديالي واللي بغى يجري فله الحريه. طريق السلامة اخويا خالد، تحياتي لك وتحياتي لكل المشاهدين اللي كيتابعوا معنا هذا البث المباشر. فعرفنا بعض تساقطات المطاريه في هذه الجهه. خالد المسعودي، تبارك الله على اخويا محمد، تحياتي ليك خويا خالد المسعودي الصحفي المتألق ديالنا، تحياتي ومودتي. عرفنا بعض التساقطات، طريق سلامة، شكرا لك خويا خالد. خالد المسعودي قال لك غير بشوي غير بشوي يا خويا خالد، إذا عندنا 120 في لوتوروت نمشيو غير 100 بركة علينا. هنا بعض الإصلاحات اللي كتعرفها الطريق السيار أيضا. سلام من سلا، تحياتي ليك خويا السرحاني. عبدو، تحياتي ومودتي. طريق السلامة، شكرا لكم جميعا. زهرة قالت لك واش من فضلك السفر مسموح من الدار البيضاء الى تطوان؟ فالاخت غادي تخصك الرخصة ديال التنقل، طلبيها من السلطات المحلية سواء مدينة تطوان او مدينة الدار البيضاء. ما عرفتش فين باغية تمشي، واش من كازا لتطوان او من تطوان لكازا. الى عندك الرخصة ديال التنقل الاستثنائية فيمكن لك تسافري بكل حرية. من المحمدية لشفشاون. الأخت زهراء، خصك تشوفي السلطات المحلية لمدينة المحمدية والسلطات المحلية ديال شفشاون واش كيطلبوا الرخصة ديال التنقل الاستثنائية ولا لا. كاين بعض المدن تيطلبوها وكاين بعض المدن لا. ممكن تقول لنا الدول اللي دعمات المغرب في قضية الصحراء. ف
فالاخ الكريم ما لجيت باش نقول لك الدول كاملين، فكاينه 135 دوله اللي دعمت القضيه ديال الصحراء المغربيه وكتدعم المملكه المغربيه في هذا الملف هذا. فتقريبا 85% من دول العالم كلهم كيدعموا القضيه المغربيه وقضيه الصحراء. فقريبا ان شاء الله غتولي 100% ان شاء الله. باش نقول لك الاسماء ديال الدول خاصني بزاف ديال الوقت. تحياتي لك الاخ الكريم، وتحياتي للقوات المسلحه الملكيه اللي موجوده هناك في معبر القرقرات، وبالانتصار ديالهم على الشرديمه ديال البوليزاريو هناك في معبر القرقرات. تحياتي ومودتي، نحن وراءكم ووراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس إن شاء الله، وما غادي نسمحوا حتى في شبر واحد من البلاد ديالنا إن شاء الله. شكرا لك أخي الله يعاونك. الأخت زهرة تحياتي لك. وكما شفتوا معنا مشاهدي الكرام عبر المباشر اللي درنا من هناك مباشرة من القرقرات، فقناة شوف تيفي أول قناة وصلت القرقرات، ودرنا لكم عدة لقاءات من هناك. فتحياتي للزملاء هناك بالقرقرات، تحياتي ومودتي. خويا السيمو تحياتي لك. إن شاء الله. شكرا لك وتحياتي لك أخي. خويا محمد سعد تحياتي لكم جميعا مشاهدي قناة شوف تيفي. محاقر اللي بغى يسافر من الناظور لكازا ربما غتحتاج الرخصة، وذلك راجع لارتفاع عدد الإصابات بمدينة الدار البيضاء. الصحراء صحراؤنا والمغرب مغربنا، والنصر لقواتنا المسلحة الملكية إلى الأمام، والنصر إن شاء الله. هذا وشعارنا ورضا جوري، ودائما تحت شعار واحد الله الوطن الملك، والمقولة الشهيرة ديال صاحب الجلالة الملك محمد السادس الله يشافيه من هذا المنبر. الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه، إلى أن يريت الله الأرض ومن عليها، ولا عزاء للحاقدين. إذا خوتي نكتفي بهذا القدر، هذا اللايف ديالنا بلغ الى نهايته. لم يتبقى لي للختام الا ان اشكركم جميعا مشاهدي قناه شوف تيفي الاوفياء. نجوى تحياتي لكم بوفك.